زوزو موزو اتنين اخوات هنعيش معاهم كتير حكايات. زوزو موزو اتنين اخوات هنعيش معاهم كتير حكايات. كلها لخبطة لخبطة وشوية قفشات. هيخرج اوزو تلعب موزو باظت الدنيا. ماما تزعق وتقول اوزو يا لهوي عليا. حاجات مفيدة والمهم انك تتعلم وتسمع كده وتفهم ولا تعاند ولا تتأني. اوزو موزو اوزو موزو. ايوه ايوه تعالى يمين بقى. ايوه ها تخبطي مين؟ سبقتك. يس يا اوزو يا جامد. نجم مضيء طبعا الجسم مقطم. كان لازم تذاكر قبل الامتحان مش بعده يا اوزو. اوزو موزو على شط اسكندرية. اوزو انا هنزل البحر. في الجو ده يا اوزو؟ عادي يعني ايه المشكلة؟ انت بتهرج مش كده؟ الجو برد قوي. برد؟ انا مش بردان خالص حتى الجو حر اهو. وهنزل يعني هنزل. فينو؟ انا كنت شايله فين؟ فينو؟ هو فين؟ ايه ده؟ انت لبست فعلا لبس البحر؟ طيب لو انت كده كده هتنزل يعني طبعا كده كده هنزل. واللي ما ينزلش في الوقت الجامد ده يعني هينزل امتى بس؟ اوزو موزو فريسكا فريسكا فريسكا. يلا الفريسكا اللي عايز فريسكا. انا مش قادرة انا مش قادرة يا اوزو الجو برد قوي. ايوه انا كمان هموت بالبرد. هو ايه التلج ده؟ طيب طيب ما بلاش 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 ننزل. برد برد. ايه؟ لا طبعا انا هنزل يعني هنزل. اوزو ما يرجعش في كلمته ابدا. يا اوزو لازم ترجع في كلامك عشان كلامك ده كله غلط. انت مش شايف الجو عامل ازاي؟ بلاش بلاش تتهور. مالكيش دعوة انا هنزل يعني هنزل. اوعي كده. ارجع يا اوزو اوزو بلاش اوزو. انا مش قلت لك يا ابني بلاش؟ عاجبك شكلك ده؟ اقفلوا الشبابيك اقفلوا الشبابيك. يا اوزو يا ابني ايه اللي عمل فيك كده؟ كان نفسك تقوم وبس. انا خلاص حرمت. سلامتك يا اوزو. هاتشي. معلش سلامتك. انا ليه بيحصل لي كده؟ انا ليه تعبان كده؟ لانك نزلت البحر يا اوزو في وقت ما ينفعش تنزل فيه. وهو في وقت ينفع وقت ما ينفعش يا ماما؟ طبعا يا حبيبتي. والكتاب المقدس علمنا ان لكل شيء تحت السماء وقت. كل حاجة لها وقت مناسب تعمل فيه. ما ينفعش يكون عندنا امتحان ونذاكر بعد الامتحان. ولا ايه يا اوزو؟ عندك حق يا ماما. لكل شيء تحت السماء وقت. معاكي حق.
هنعيش معاهم كتير حكايات. أوزو أوزو اتنين اخوات هنعيش معاهم كتير حكايات. كلها لخبطة لخبطة وشوية قفشات. يخرج أوزو تلعب موزو باظت الدنيا. ماما تزعق وتقول أوزو يا لهوي عليا. حاجات مفيدة والمهم انك تتعلم وتسمع كده وتفهم ولا تعند ولا تتأني. أوزو موزو أوزو موزو.